النهارده هنتكلم عن الحمله الفرنسيه في مصر. اول حاجه لازم نعرف ليه فرنسا كانت عايزه تحتل مصر. اول سبب لانشاء قاعده في مصر لتاسيس امبراطوريه فرنسيه في الشرق. تاني حاجه لقطع الطريق ما بين بريطانيا ومستعمراتها في الهند. تالت حاجه لاستغلال موارد مصر في غزواتها في اوروبا. فكره احتلال مصر ما كانتش بس وقت نابليون، الفكره راجعه لسنه 1249 وقت لويس التاسع، وهزموه المصريين واثروه في المنصوره. وفي القرن ال17 اتكررت الفكره مع لويس ال14 لكنه انشغل في حروب مع هولندا، واتكررت لثالث مره مع لويس ال16 وفعلا بعت ناس يبعتوا له خرايط ورسوم للشواطئ والسواحل في مصر، لكن الثوره قامت في فرنسا وما لحقش يعمل حاجه. بعد الثوره الفرنسيه على طول بعت شارل ماجالان سفير الفرنسي في مصر يستنجد بالدوله علشان المماليك بيضايقوا ال50 60 تاجر فرنسي اللي في مصر. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات في حاجه اسمها كليند كويست وريكويست، سبب مش حقيقي وسبب حقيقي. طبعا ده كان السبب اللي مش حقيقي الكليند، اما ريل كويست السبب الحقيقي فكان بيفكرهم بخطط فرنسا على مدار القرون وخطه لويس السادس عشر والمزايا اللي هتعود عليهم لما يحتلوا مصر، وفعلا الاداره او الحكومه الفرنسيه بدات تستجيب للنداء ده. الشرق ومصر بالخصوص كانوا حلم بالنسبه لنابليون، فطبعا لما صدق الرساله دي تجيله كان نابليون ساعتها عنده 28 سنه. تحول من ملازم مجهول في سلاح المدفعية في خمس سنين بقى رئيس القوات الفرنسية في إيطاليا وكان مسيطر على أغلب أوروبا. وقت استقبال الرسالة دي كان نابليون لسه مخلص على البندقية ومسيطر عليها واستولى على الأسطول الإيطالي علشان يعزز بيه قواته وبيستعد إن هو يغزو إنجلترا. لما جات له الرسالة دي قال طب ما نضرب عصفورين بحجر، أروح أحتل مصر وبرضه ضايق بريطانيا وسيطر على الشرق من هنا. جهزوا الأسطول وبدأوا يتجهوا ناحية مصر. الأسطول ده كان عبارة عن 300 سفينة عليهم علماء ورسامين ومؤرخين غير جنود، و55 سفينة حربية علشان يحرسوا الأسطول ده. عرف خطة الفرنساويين الإنجليز فجريوا يسبقوهم على شواطئ الأسكندرية. عرف الموضوع ده حاكم الأسكندرية البطل محمد كرايم، خرج لهم قال لهم خير يا جماعة في إيه؟ قالوا له إحنا مستنيين الفرنساويين دول جايين يحتلوكوا. طبعا ما صدقهمش وافتكرها لعبة وإن هما جايين يحتلوا مصر ومستنيين معونة من الخارج. فقال لهم الدولة دي تابعة للباب العالي، الدولة العثمانية، ولو انتوا فعلا مستنيين الفرنساويين اخرجوا بره المياه الاقليمية المصرية. فالانجليز قالوا له طيب استنى علينا هننزل نجيب مؤن من الاسواق المصرية وهنخرج على طول. وفعلا ده اللي حصل. وفي 2 يوليو 1798 يوصل الاسطول الفرنسي على شواطئ الاسكندرية، وبدل ما يتجهوا ناحية الساحل المخطط لهم ان هما يتجهوا راحوا اتجهوا على ساحل العجمي. وهنا كان في مشكلة بس عملت لنا مشهد مضحك جدا حصل. ساحل العجمي مليان صخور ومش ممهد اصلا ان السفن تقف فيه، ومع ذلك هم دخلوا عليه وما كانش ينفع ان هم يتراجعوا بدل ما الانجليز يهجموا عليهم. وبدات الصخور مع الموج العالي تكسر لهم المراكب الصغيره وتغرق لهم سفن، و30 واحد من الجنود الفرنسيين غرقوا، ونابليون نفسه نزل عام ودخل مفرفر على الشواطئ، وكليبر اتبطح ومينو اغمى عليه عشان وقعت على دماغه صخره. كل دي كانت علامات بس مش بيتعظوا وشافوا بقى مصيرهم بنفسهم. اول واحد واجه الفرنسويين بالمقاومه الشعبيه كان محمد كرايم، كان في منتهى الشجاعه والبساله، لكن للاسف انتهى الامر باعدامه في القلعه راميا بالرصاص. ومين ساعتها كان بيحكم من المماليك؟ مراد وابراهيم بك. ابراهيم بك كان عاقل كده وحكيم وبيماين وبيشوف ممكن يمشي الدنيا ازاي، اما المتهور اللي ما كانش بيحسبها كان مراد بك. قال لك بقى ازاي الفرنسويين يخشوا البلد واخدها بقى على صدره علشان بطولات جدوده في الحملات الصليبيه، وقال لك دع الكفار ياتون وسوف ادهسهم تحت سنابخ خيولي، هنجوزك هنومه يا قناوي يا ابني. وراح يدهس الكفار في معركه شبرخيت جنب دمنهور والفرنسويين رايحين من الاسكندريه على القاهره. كان الاول المماليك هم المنتصرين وبعدين الموضوع انعكس لان الفرنسويين عندهم تطور عسكري اكتر من المماليك، خصوصا مع بنادق السمكي والمدافع القويه، على عكس المماليك كانوا لسه قاعدين في العصور الوسطى وداخلين بقى جو مبارزه. ومراد بيك قاعد بقى بيشرف على محاربه الكفار، الاير بتاعه كان عليه مدفع وبارود، فالفرنسويين صوبوا له ضربه، المصريين اللي عليه تحولوا الى اشلاء وولى هاربا الى القاهره. وخطط مراد بيك وابراهيم بيك لمعركه جديده في القاهره، وكانت مشكلتهم هنا ان هم مستحقرين العدو اصلا وهم شايفين انه اقل منهم بكتير رغم ان هم تعرضوا له في معركه شبرخيت. والمعركه الثانيه كانت في القاهره اسمها معركه الاهرامات. ما كانتش معركه، هي كانت مذبحه، اشلاء وجثث المصريين كانت بتطير في الهواء. وهرب مراد بك تاني على الصعيد وابراهيم بك على الشرقيه،
والمصريين احبطوا جدا لان حسوا ان مصيرهم خلاص بقى في ايد الفرنساويين. الجو العام في مصر كان محبط جدا، مصر نفسها كانت مهلكه بقشور حضاره، وكان في سلبيه كده مش طبيعيه كانت في الشعب المصري بعد طبعا اللي حصل لهم من المماليك، وبعد كده الاتراك بيواجهوا الفرنساويين. ما كانش في امل من الاخر، ومهما حاول نابليون يسترضي المصريين ويلبس الجبه والقفطان ويسمي نفسه الشيخ بونابرتا ويحضر معاهم المراسم الدينيه وينزل يصلي معاهم الجمعه، لكن المصريين ما كانش خيل عليهم، وهم كانوا بيحاولوا يعملوا معاهم سلام نفسي ويتقبلوا الفرنساويين، بس الموضوع ده ما نجحش. لقطه كوميديه تانية في مذكرات نابليون بعد ما اتنفى كتب ان المصريين ما كانوش بيواجهوا او بيقاوموا بعنف قوي في الفتره دي، كانوا بيحاولوا انه يتقبلوه بس يعني كان في حاجات كده بيعملوها من تحت لتحت. حوارف مصر زمان كانت ضيقه علشان الشمس كانت حارقه، فبيعملوا المباني قريبه من بعض، فالمصريين لما كانوا بييجوا يعملوا حاجه في الفرنساويين كانوا بيعرفوا مداخل ومخارج الحواري، فكانوا بيشتغلوهم كتير. تاني حاجه كانوا بيستخدموا الزباله في المقاومه، كانوا بيسدوا لهم الحواري بالزبالة، والزبالة بتجيب دبان، والدبان مع الحر كان بيفطس الفرنساويين من نابليون، كانوا بيحاربوه بالزبالة. يا زبالة بذكرياتك الزبالة دي، يا تافل طول عمرك تافل طول عمرك تافل. كل ده نابليون كان بيحاول يبقى دبدوب، لحد ما جت نقطة التحول، معركة أبو قير البحرية. كانت المعركة عند خليج أبو قير ما بين القائد الإنجليزي نيلسون وأميرال الفرنسي فرانسوا بول بوزي. المعركة استمرت كام يوم، وقرر الأسطول الإنجليزي إن هو يضرب سفينة لوغيان اللي كان عليها بوغوي. مش دي بس المشكلة، إن بوغوي اتقتل وهو كان قائد فرنسي شاطر، مشكلة في غرق سفينة لوغيان. والفرنسويين جايين يحتلوا مصر كانوا في طريقهم بيحتلوا جزر، وكانوا بياخدوا خيراتها علشان تكون مؤن معاهم. كان على السفينة دي أكتر من 1,000,000 جنيه ذهب وكنوز البابا يوحنا وحاجات من جزيرة مالطا وجمهورية سويسرا. فبغرق السفينة دي كده مؤن نابليون راحت. فايه الحل؟ عشان الفيديو ما يبقاش طويل هنقف هنا، وهتلاقوا الجزء التاني نازل الأسبوع الجاي. تحياتي.